بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. الجلساء بتوعنا جلساء كتير، منهم ناس احنا محتاجين نرشد التعامل معاهم، ومنهم ناس لابد ان احنا نتخلص منهم، لان في جليس زي نافخ الكير، ساعات بيبقى هو نفسه الكير بيحرق. في جليس بيخلي الواحد في حالة إحساس بأن هو دايماً في حالة ضياع. الجليس ده هو اللي ممكن يخلي الإنسان يعمل تصرفات غير مناسبة، زي مثلاً لما تكون قاعد وحاسس أن أنت دايماً عندك خواء وعندك فراغ، فيحصل لك حالة من حالات الإيه؟ حالة من حالات النهم، حالة من حالات الإحساس بأنك أنت مش قادر تشبع أبداً. وساعتها يظهر جليس تاني اسمه التسول العاطفي. التسول العاطفي ده من أكتر الجلساء اللي الناس بيعيشوا معاهم الأيام دي، وهو في الحقيقة جليس مؤذي، والناس قد لا ترى إيذاؤه، لأن في بعض الأحيان بيحصلوا بعض المصالح، بس احنا ما كناش ممكن نسكت على هذا التسول العاطفي. وعشان نقدر نتكلم لازم نتكلم مع أساتذتنا وخبرائنا اللي بينورونا الطريق واحنا ماشيين، واحنا بنتكلم عن هذه الأشياء اللي بتتكلم عن أشياء نفسانية باطنة. وعشان كده معانا أستاذنا الدكتور طريف شوقي، أستاذ علم النفس الاجتماعي ونائب رئيس جامعة بني سويف السابق. أستاذنا الدكتور طريف، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأستاذ المشاهدين. هل ممكن الشيء اللي بي 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 بيؤخذ بالتسول العاطفي يكون مرضي؟ هو دايما التسول معناه ان الطرف الثاني بيفرض عليه انه يتحط في وضع ممكن هو يبقى مش موافق او مش مقتنع او معتقد ان الطرف اللي قدامه ده لا يستحق، فيبقى هنا ممكن في النهايه يحس انه في حد بيخدعه. ايوه، وده يبقى نوع من احساس بان قيمته اقل، ما كل واحد بيعتقد ان هو عنده الذكاء الكافي انه يبقى غير قابل للخداع. صحيح. وبالتالي انا ممكن اقترح على حضرتك برضو الموضوع ده بالذات، ممكن في ثلاث مفاهيم بديله ومتدرجه، يعني الابسط فالاهم فالاهم، يعني هرم كده، هرم تمام، دايما نحن على خط واحد يا مولانا في الموجه العقليه. الله يبارك في حضرتك يا فندم. فاول حاجه احنا في عندنا استحقاق عاطفي وعطاء عاطفي وابداع عاطفي. فعايزين يعني البدائل دي هي البديل. طيب. عن فكره التسول العاطفي، لان المتسول هو نفسه ملوش قيمه، ولو خد حاجه بياخدها بشكل مؤقت لا تغني ولا تسمن من جوع. يعني انت شايف حضرتك ان اللي بيحصل عليه المتسول عاطفيا ده شيء غير مرضي وغير مشبع. طب ايه رايك في الحاله، ايه راي حضرتك في الحاله اللي حاصله دلوقتي على السوشيال ميديا من تسول اللايكات والشير؟ ما هو اللي انا عايز بقى في الفئه الاولى اللي هي الاستحقاق العاطفي، انا عايز اقول مفهوم تاني، انه في الاستحقاق العاطفي انت بتأدي شيء بيبقى ليه قيمه عند الاخرين وبالتالي بيعطوك مقابلها، فبيبقى استحقاق. يعني حضرتك عارف عندنا مبدأ في اداره العلاقات، اذا اردت ان يكون لك قيمه عند الاخرين فلا بد ان تقدم لهم اشياء ذات قيمه. صحيح لهم. صحيح. فالناس اللي بيعملوا الشير احيانا احنا بنشوف ان استفدنا او في معلومه مفيده، فبالتالي احنا ممكن نعمل لايك عشان احنا حسينا ان في استحقاق، هو يستحق ان احنا نعبر له عن اعجابنا، والا يبقى احيانا الواحد يحس ان في نكران معرفي بقى. صحيح. يعني وخاصه ان فعلا احيانا، وبرضه مش بنعمم على الانترنت لان في احيانا معلومات مفيده طبعا. يعني هقول لحضرتك يعني الفكره، ساعات واحد في معلومات، يعني مثلا موضوع اوكرانيا وروسيا الوقت، في حد انا شفت شير مره حاجه حسستني ان فهمت اساس الموضوع. صحيح.
فكان لازم اديله احساس انه ده عمل حاجه. ده نوع من انواع الدعم، ده نوع من انواع الدعم الحقيقي اللي يستمر ان هو يقدم حاجه مفيده. طب هل الناس المستحق، المستحق. طب هل الناس اللي بيعملوا التسول العاطفي بيبقوا حاسين وعارفين ومدركين ان ده تسول؟ هو احيانا برضو مع الحياه المعاصره حيث الوحده. ايوه انت عارف في الغرب للاسف مثلا ظاهره الستات العواجيز اللي يربوا كلاب. صحيح. هو مش ما فيش اسره فبتحاول تستبدلها بشيء، اي حد يديها الاحساس بالعاطفه. فهنا هي مش بتتساول بالضبط، هي بتبحث بطريقتها الخاصه عن شيء يشبهها عاطفيا. يعني بتبحث عن شيء يذهب وحشتها، ولكن هي في الحقيقه هذا الشيء ليس هو الشيء المناسب اللي ممكن تحصل بيه على الانس. و المناسب في ثقافه ثانيه. يعني هقول لحضرتك حاجه، الوقت اما زوجها بيهملها وطول الوقت في شغله، احنا بنلاحظ انها بتميل اكتر للتواصل مع الانترنت. هي مش بتتسول عاطفه زوجها المفتقده، هي بتحاول تعمل تعويض، بقت تبحث عن بديل مناسب لظروفها. فبرضه بنحاول نسمي الاسماء بمسمياتها احيانا. يعني دكتورنا استاذنا دكتور طريف، انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، لكن دايما مداخلات حضرتك معانا بتعلمنا وكمان بتضيف الينا معرفة كبيرة جدا جدا. شكرا استاذنا دكتور طريف.